مساء الخير مشاهدينا في كل أرجاء الوطن العربي، نحن معكم في حلقة خاصة سنتحدث من خلالها مشاهدينا عن اليوم العالمي للسلام في الوقت الذي لا يشهد العالم فيه أي ملامح للسلام. هذا الواقع الذي نشاهده عبر الشاشات وما يحدث من حالة من الفوضى في العالم يثبت بأن السلام في حالة من الغيبوبة وفي غرفة الإنعاش. هذا الواقع الذي يقول بأن القانون الدولي والإنساني لا يمت للواقع بأي صلة. اسمحوا لنا نمسي عليكم من جديد من التلفزيون المصري، ومساء الخير للزميلة العزيزة شافت. مساء النور يا لنا، وأهلا وسهلا بك مرة تانية في تلفزيوننا منورة. وكان نفسي وإحنا بنتحدث اليوم عن حلقة خاصة للسلام أن يكون في أي بوادر للسلام كاملة، أو يكون في أي ملامح للسلام. نحن نتحدث عن اليوم العالمي للسلام، هذا اليوم الذي كان العالم فيه ربما في تاريخه القديم كان يحتفل به، ولكن هل من المعقول أن نكتب يوما للسلام ولا يوجد سلام؟ لا يوجد إنسانية، لا يوجد اهتمام. نتابع في العالم من الأزمات والحروب الكثير، نتابع مقتل الأبرياء، نتابع اللاجئين من هنا وهناك، ويظل يوم العالمي للسلام كل عام تلاقيه على نشرات الأخبار وعلى الدول بالذات الأوروبية وعلى منظمة الأمم المتحدة تحتفل بيوم عالمي للسلام. الحقيقة نحن في غيبوبة كبيرة كما ذكرتين. صحيح شافكي، يعني أنا لما نحكي عن اليوم العالمي للسلام هو ليس مرتبط ببقعة أرضية معينة. صحيح. أو بشعوب معينة، والقرآن وضح الكريم في هذا الموضوع أن الشعوب والقبائل والأمم خلقها الله لتتعارف. صح. وتتآلف وليس لتتحارب ويكون هنالك نزاعات. على كل ما يحدث في العالم، في المنطقة، ما يحدث في فلسطين، في غزة، يثبت بأنه لا عدالة في العالم، وخاصة نحن نتحدث عن قانون دولي. صحيح. يقف الفيتو أمام تلك القوانين الدولية والإنسانية معترضا. صحيح. يعني في هذا الموضوع كلما كانت هناك أزمة كبيرة الحقيقة، يعني تجد الدولة الضعيفة اللي بيتم عليها الغبن والمشاكل طبعاً. هي طبعاً. أول دولة يقف أمامها الفيتو، وكأن طبعاً. الفيتو جاهز طبعاً. أمام الضعفاء وأمام يعني الأبرياء في هذا العالم. نظل نحلم بأن تعود الإنسانية إلى العالم، ونظل نحلم بأن يأتي اليوم العالمي للسلام ونحن نحتفل بالسلام. نظل. وفي هذا الموضوع مشاهدينا سنذهب إلى العراق الشقيق التي نتمنى دائما لها الخير والسلام. زميل أحمد شكري من العراق. نبحث عن السلام العالمي في يوم السلام رغم الظروف السيئة التي تعيشها بلداننا العربية، وخاصة فلسطين الحبيبة، ما تقدم من تضحيات كبيرة من أجل الأرض ومن أجل نصرة الإنسان الفلسطيني. وحقيقة دائما الإنسان هو الباحث عن السلام أينما وجد. الأديان السماوية بكل مسمياتها، بكل تشريعاتها، تبحث عن السلام، عن الاطمئنان الداخلي للإنسان. حقيقة ما نشاهده اليوم من المشهد المربك حقيقة في بعض البلدان العربية هو شيء سيء وناقوس خطر بالنسبة للإنسان، بعدم الارتياح، بعدم الشعور بوجود السلام الداخلي الذي يحتاجه الفرد العربي أينما تواجد. لكن من خلال حلقتنا لهذا اليوم أكيد راح نتحدث بكثير من التفصيلات المهمة لبلداننا العربية، إن كان على صعيد العراق، فلسطين، مصر، الأردن وباقي بلداننا العربية، ونبحث عن السلام الداخلي والاطمئنان. اسمحوا لنا أن نشكر زميلنا العزيز أحمد شكري من العراق، ونذهب الآن إلى فلسطين إلى الزميل خميس. أهلا بكم مشاهدينا، مشاهدي بيت للكل. وكما أشار الزملاء، حلقة هذا اليوم تتعلق بموضوع مهم ومهم للغاية، اليوم الدولي أو اليوم العالمي للسلام. وعندما نتحدث عن أهمية هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1981، نتحدث عن غياب السلام، لا بل حضور المجازر وحرب الإبادة الجماعية خلال العام الماضي في فلسطين.